بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ضمن برنامج سليل القرآن وعنوان حلقتنا لهذا اليوم الإمام الحسين عليه السلام آمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وعندما نستنقي ذلك العنوان وبما أن الإمام الحسين عليه السلام هو سليل ذلك الكتاب العظيم الذي احتوى وجمع كل مفاهيم الكتب السماوية، فأنه لا شك ولا ريب أن الإمام الحسين عليه السلام كان المصداق لكل ما أرساه الله سبحانه وتعالى على جميع الأنبياء. ولا شك مشاهدين الكرام أن في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الأصل في المعرفة والفطرة هي أن يكون الإنسان داعيا ومنصحا يدعو الى مراد الله سبحانه وتعالى. ولعل ذلك يكون صعبا في باقي الاحيان او كثيرا من الاحيان فقد تؤدي الدعوه بذلك الداعي الى ما لا يليق به نفسيا وجسديا. لكن الاصعب من ذلك هو عندما يتفشى في امة ما او مجتمع ما مرض خطير يتمثل بفسادها اخلاقيا ودينيا واجتماعيا وحتى اقتصاديا وسياسيا بالدرجه الاولى عندها يكون لزاما على اهل النقاء ان يامرون بمراد الله وينهون عن مراد الشيطان لقد تمثل ذلك كل مفهوم الدعوه في الامام الحسين عليه السلام وفي نهضته الشريفه ولقد تلقى ردودا تمثلت بقتله بابشع الاساليب من القتل والعذاب والاذى علما هو لم يجتهد بذلك بطراً كما قال انما كان منطلقا من كتاب الله الذي كان يؤمن به من حوله ويدعي على الاقل ايمانه لكن الامام الحسين استمر ولاقى ما لاقى لنستمع واياكم مشاهدينا الكرام الى النص القراني الذي امر الله سبحانه وتعالى أن ندعو وأن يدعو به لنا إلى جادة الخير والصواب ولتكن منكم أمة، نستمع إلى هذا النص القراني المبارك خاشعين. بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة. يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إنما اتسم به أبو عبد الله الإمام الحسين عليه السلام في واقعة عاشوراء وتفاصيلها الأليمة كان متجذرا من خلال النص القرآني والمنطلق الإلهي لمراد الله سبحانه وتعالى والمتمثل بلزوم الدعوة إلى الخير كما استمعنا في النص القرآني الكريم وفي هذه الحلقة مشاهدين الكرام لابد من الوقوف على مفهوم التأصيل القرآني لنهضة الإمام الحسين عليه السلام كبحا لجام الذين يحاولون النيل من شرف ذلك الرجل العظيم ونهضته المعطاء التي كان واحدا من أسسها أنها انطلقت من نص قرآني كريم مبارك يأمر الناس بأوامر الله وينهاهم عن نواهيه وهذا ما كان في سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وفيما يتعلق بالامام الحسين عليه السلام اننا يمكن ان نتساءل في مساله الترابط بينه وبين النص القراني الكريم انه ما هي الاسباب والدواعي التي دعت للامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدين الاسلامي وتحديدا هي من قام به الامام الحسين عليه السلام والتي كانت سببا اساسيا لقيام الامام الحسين عليه السلام بنهضته يوم عاشوراء؟ نتابع الإجابة تحرك سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه من مبدأ إلهي سماوي محمدي حينما رأى أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه وأن القوم قد جعلوا من الاسلام عباره عن بقاله يتصيدون ويقتنصون الناس من خلالهم. خرج سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه رافضا لذلك الظلم، اي ظلم جرى في دائره سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه الاسلاميه حتى اضطره للخروج وان يعمل بماذا بوظيفته الشرعيه الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه فليرغب المؤمن في لقاء ربه، في الواقع حدد سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه جمله من الامور التي كانت هي الاساس في خروجه في نهضته، لم يكن الحسين صلوات الله وسلامه عليه انسانا عاديا حتى يكون خروجه خروجا عاديا، بل كان خروجا مدروسا وخروجا منطقيا، نعم حتى انه من ضمن ما يدعم ذلك الخروج انه راى في منامه ان النبي صلى الله عليه وآله ومنام الحسين ليس كمنامي ومنام الآخرين رأى أن النبي صلى الله عليه وآله قد أشار إليه أنك ستخرج إلى هذه الأرض وأنك مقتول وهكذا بشر النبي صلى الله عليه وآله باستشهاده حين مولده وليس فقط حين منامه وهنا خرج الحسين عليه السلام بدعم من الآيات والروايات الشريفة التي تبين كنتم خير أمة أخرجت للناس، خيرية الأمة مرتبطة ارتباط مباشر بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، آية أخرى تبين أنه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر احدى اهم اساليب الاساليب التي قام بها سيد السعداء وسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه تلك الفريضه التي يسميها بعض الفقهاء بالفريضه المغيبه حينما غيبت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلت مجتمعاتنا إلى ما وصلت إليه من الانحطاط والعياذ بالله إذا خرج سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في مقابل الانحطاط الكامل في المنظومه القيميه الامويه حينما تصدى من هو ماذا من هو مرتكب للمحرمات بصوره علنيه يزيد بن معاويه عليهما لعائن الله تصدى وهو ينشر المنكر في المجتمع ويدعي انه خليفه الله، خليفه رسول الله صلى الله عليه واله، كان حقا على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه بما اوجبه الله تبارك وتعالى عليه كحاكم كخليفه لله ان يرد على ماذا؟ ان يرد على الطاغيه ذلك الانحراف، كان الانحراف اقتصادي. باعتبار ان الاموال كانت توزع علما توزع الى ذويهم الى اقاربهم الى انصارهم كان الانحراف ثقافيا حيث اشيعت تلك الفواحش الثقافيه في المجتمع كان الانحراف اجتماعيا اشيعت تلك التصرفات والسلوكيات الغير صحيحه الانحراف كان سياسيا حينما أشاعوا قضية الوراثة وتوريث الحكم من معاوية بن أبي سفيان إلى يزيد بن معاوية الذي قد أجمع عليه المسلمون ماذا؟ بأنه شارب للخمر، قاتل للنفس المحترمة، إذا سيد الشهداء خرج ليدحض تلك المنظومة أو اللا منظومة الأخلاقية التي أرادت للمجتمع أن يتسافل، ولولا خروج سيد الشهداء، ولولا نهضة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه لرايتم ما هو حال الامه الاسلاميه، انظروا كيف الروايه تقول ان الاسلام محمدي الوجود وحسيني البقاء، فبقاء الاسلام حقيقه بما فيه من تلك المنظومه الالهيه القيميه بسبب ثوره ونهضه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، هذه النهضه التي اعادت للامه الاسلاميه هيبه انها من ذلك الخط الذي نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وانك لعلى خلق عظيم، خرج سيد الشهداء ليثبت ان الحضاره الالهيه الحضاره الاسلاميه انما هي حضاره الاخلاق وحضاره الوعي المحمدي العلوي الفاطمي الحسني الحسيني. عندما يدعو شخص ما إلى رشاد أحد ما إلى طريق الصواب لا بد أن تكون هنالك فلسفة في مسألة الدعوة فلا يمكن اليوم أن تأتي وتوجه النصح لأي شخص ما لطريق ما حتى ترى منه الاستقامة والصواب بالطريقة التي أنت تريدها يجب أن تكون هناك لديك أدوات صحيحة وصائبة لكي تدعوه إلى الخير ولا يصح أن يدعى أي أحد بمراد المزاج الخاص إنما بما يكون مناسبا بالدعوة الحسنة حتى أننا نقرأ في كتاب الله ادعوا بالتي هي أحسن وهنا لو توجهنا إلى الإمام الحسين عليه السلام ونسأل ما هي الأساليب التي استخدمها أو تعامل بها الإمام الحسين عليه السلام في يوم العاشر من محرم ضمن الأطر القرآنية وما هي الأهداف لكل منها حتى يصدق عن الإمام أنه استخدم واستعمل الطريقة المناسبة لدعوة أولئك الذين انحرفوا عن جادة الصواب لنتابع الإجابة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين في القرآن الكريم أساليب معدة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي استخدمها الإمام الحسين عليه السلام على طول مسيرته المباركة ابتداء من المدينة وانتهاء إلى كربلاء يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وهذه من أحد الأساليب التي استخدمها الإمام الحسين عليه السلام في دعوته الإصلاحية لاحظوا هناك رواية وردت عن الحسين بن الحسن قال سمعت جعفرا عليه السلام يقصد الإمام الصادق عليه السلام يقول جاء جبرائيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك دار خلقي وهذه المدارات كما وردت في تفسير وشرح هذه الرواية المباركة بأن الإنسان إذا أراد أن ينصح وأراد أن يبلغ وأراد أن يدعو إلى سبيل الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يستخدم الأسلوب الناصح الأسلوب, الأسلوب الرحيم والذي فيه رفق للناس بعكس الأسلوب الذي يأتي فيه شتم وفيه لعن وفيه تعريض بالمقابل فالإمام الحسين عليه السلام عندما أراد أن يبلغ هذه الرسالة أو يبلغ هذا المشروع الإصلاحي وأراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر استخدم هذا الأسلوب قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة كل خطب الامام الحسين عليه السلام على طول مسيرته المباركه كانت هي عباره عن دعوه بالحكمه وبالموعظه الحسنه. هذا بالنسبه للاسلوب الاول، هناك ايضا اسلوب اخر ورد في القران الكريم حيث يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. فالانسان اذا اراد ان يامر بالمعروف واراد ان ينهى عن المنكر يجب عليه هو في نفسه ان يكون مؤتمرا بهذا المعروف ومنتهيا عن هذا المنكر. هذا بعكس الانسان الذي يامر بالمعروف وهو لا يلتزم به او ينهى عن منكر وهو يقوم به، هذا بالتاكيد سوف تكون دعوته دعوه ناقصه ودعوه فاشله. الامام الحسين عليه السلام ما امر بمعروف الا وهو التزم به. حتى في تلك اللحظات وفي ذلك الموقف الذي كان موقفا عجبت منه الملائكه وعجبت منه اهل السماوات والارض من شده صبر الامام الحسين ومن شده البلاء الذي ابتلي به، ولكنه كان محافظا على المعروف وكان منتهيا عن المنكر. لاحظوا عندما من الموارد التي وردت في هذا الامر عدم غدره بالشمر لعنه الله عليه. يقول الراوي بانه عندما وصل الامام الحسين عليه السلام الى كربلاء جاء شمر لعنه الله عليه ونادى باعلى صوته قال له يا حسين اتعجلت بالنار قبل يوم القيامه والعياذ بالله خاطب الامام الحسين عليه السلام بهذا الخطاب فقال الحسين عليه السلام من هذا كانه شمر بن ذي الجوشن فقالوا نعم فقال يا ابن راعيه المعزه انت اولى بها صليه ورام مسلم بن عوسجه ان يرميه بسهم لاحظوا هنا موقف الامام الحسين عليه السلام كيف تجلى فمنعه الحسين عليه السلام من ذلك فقال له دعني حتى ارميه فان فان الفاسق من اعداء الله وعظماء الجبارين وقد امكن الله منه فقال له الحسين عليه السلام لا ترميه فاني اكره ان ابداهم بالقتال هذا هو موقف اهل البيت سلام الله عليهم هم دعاة السلام هم دعاة الاصلاح هم اصحاب الانسانيه فهذا الموقف تجلى في موقف الامام الحسين عليه السلام لم يكن امره بالسلام وبالصلح وبال وبالمعروف مجرد كلام بل انه طبق ذلك في يوم عاشوراء. امتنع عن ان يبدا القوم بالقتال، وكذلك نفس الموقف حصل عندما اراد الحر بن يزيد الرياحي ان يمنعه من القدوم او من الخروج من كربلاء. كذلك اقترح عليه زهير بن القين ان يبداهم بالقتال وقال له بان هذا الجيش القليل العدد نستطيع ان نقاتلهم ونستطيع ان نناجزهم ولكن اذا اكتمل جيش الشام وهناك مدد من الكوفه فلا نستطيع ان نقاتلهم. فايضا الامام الحسين عليه السلام منعه من ذلك وقال له ما كنت لابداهم بالقتال. وهذا الموقف ايضا تكرر في موقف اخر. الامام الحسين عليه السلام كان يامر بالعفو وهذه كانت سيره وسجيه اهل البيت سلام الله عليهم. وهذا الموقف حصل ايضا في قبوله لتوبه الحر عليه السلام. الحر كلنا نعرف بانه هو كان السبب في الجعجعه بالحسين عليه السلام. ولكن هذا الامر وهذا الموقف لم يمنع الحسين عليه السلام من ان يعفو عنه. قال له يا اخي خاطب الحر مع كل ما فعله به خاطبه بيا اخي. قال له يا اخي ان تبت كنت ممن تاب الله عليهم ان الله هو التواب الرحيم. فيتبين لنا بان هذه المفاهيم القرانيه التي وردت في القران الكريم والخاصه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر طبقها والتزم بها الامام الحسين عليه السلام طيله مسيرته الى كربلاء. نعم مشاهدينا الكرام نحن على تواصل معكم ونسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم قبول الاعمال ان شاء الله. فيما يخص كل شخص يدعو اليوم بدعوه الحق ويدعو لله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون بدعوته وأمره بالخير أن يتميز بميزة حقيقية يكون بها بمياز دقيق جدا أنه على طريق الله وهنا نقول لقد تميز الإمام الحسين عليه السلام في رسالته ودعوته للخير بالنصح في أصعب المواقف دون سواه من الصحابة الذين كان بامكانهم هم ان يمتازوا بذلك، وهنا من جانب واحد، ومن جانب اخر كيف يمكن لنا اليوم ان نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ضمن الظرف المعاصر المحيط بنا والمتمثل اليوم احيانا بعدم تقبل النصح والارشاد. وفعلا هذا ما واجهه الامام الحسين عليه السلام في وقته فقد رفض فما الاجابه عن ذلك نتابع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من الوظائف الالهيه التي اوكلها الله تبارك وتعالى لجميع عباده ولكن الذي يقوم بهذه المهمه وبهذه الوظيفه ينبغي ان يتصف بصفات هذه الصفات هي تؤهله للقيام بهذه العمليه ومن الذي يكون افضل من الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه الذي يحمل هذه المواصفات والمؤهلات وهو وارث الانبياء وسليلهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم. فكان الامام الحسين عليه السلام رافعا لشعار الامر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ البدايه وفيما يتعلق بهل ما هي الطريقه والوسيله والكيفيه التي نأمر بها في زماننا الحاضر المعاصر بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وجود عدم تقبل من الاخرين. الحقيقه هناك عده وسائل واساليب ينبغي لنا ان نستخدمها ونوظفها في عمليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا ينحصر الامر في قضيه المرشد الديني والمحاضره الاسلاميه وما شابه ذلك، هناك عدة وسائل وعدة طرق يمكن أن نستخدمها مثلاً الآن التواصل الاجتماعي الموجود في الذي كثير من الناس يهتمون به كل الناس تقريباً يهتمون بهذه بهذه الوسائل المتوفرة فينبغي أن نستثمرها في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مضافاً إلى ذلك المؤسسات التي ينبغي للناس ان يلتفتوا اليها ايضا ويوظفوها في قضيه وفي مساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا على سبيل المثال مثلا بناء مؤسسات ثقافيه مؤسسات حتى لو كان حتى وان كانت مؤسسات صحيه واستثمارها في الامر بالمعروف والنهي عن يعني بعباره اخرى ليكن عملنا عملنا دال على الاصلاح، دال على الخير، دال على الامر بالمعروف والنهي عن ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر بماذا؟ بأس باسلوبهم، بعملهم، بسلوكهم فنستطيع من خلال ذلك ان نؤدي هذه الوظيفه ونؤدي هذه العمليه وهي من اهم الوظائف كما ذكرنا التي حث عليها القران الكريم وامر الله تبارك وتعالى الانبياء ان يقومون بها وجعل هذه الوظيفه وظيفه تكامليه بين المؤمنين والمؤمنات. بين المؤمنين والمؤمنات كما في قوله تعالى المؤمنون المؤمنين والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اذا هذه الوظيفه لها هذه الاهميه ولها هذا الدور الكبير الذي لا لا ينبغي ان يغفله الانسان. فالامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهو رائد الاصلاح ورائد وظيفه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، خرج لاجل ان يجسد هذه هذه العمليه وهذا السلوك وهذا الامر الذي كانت التضحيه في سبيله عظيمه وكبيره وهي الحسين عليه السلام واهل بيته واصحابه وعيالاته صلوات الله وسلامه عليهم مما يدلل على ماذا؟ على خطوره الامر وضخامته. لقد كافح الامام الحسين عليه السلام بنهضته بذلك الوقت العصيب والظرف الحالك بالمخاطر باسمى وادق واعمق ما يمكن ان يقف به رجل وفعلا ذلك يؤيد ويبين ويثبت ان لذلك الرجل ارتباطا عظيما وعريقا بالكتاب المعجز وهو القران الذي له ارتباط بالله سبحانه وتعالى فقد جاهده وامر بالمعروف بكلمته وبقوله وباشارته وبفعله وبتقريره ناصحا ومرشدا ومعلما وموصفا لكل طرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو عليه السلام تمثل بوحده وبغيره بمفهوم الأمة شأنه بذلك شأن الأنبياء ومنهم سيدنا ابراهيم عليه السلام عندما قال الله عنه إن إبراهيم لأمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر بالصواب الى اللقاء